يا شيخ ساكت ليه؟ ما بتعالجنيش ليه؟ العلاج فادك ولا لا؟ أنا بقيت أفكر أموت نفسي، نفسي ضعف وعجزت عن التفكير. تشرب بيتك يا صابر وبإيدك تقضي عليه، واللي ببطن أمينة أكبر دليل. يمكن الحل قدامك وانت مش شايفاه يا أمين. قدامي كيف؟ لو شايفه دلني عليه. انت أكيد يا أمينة مش عايزة طفل من جنس تاني غير جنسك، صح؟ قصدك ايه؟ لازم عشان تبدأ صفحة جديدة انت وجمال يكون جمال ليه ابن من صلبه، وعشان تبدأ صفحة جديدة محتاجة منك تضحية يا أمينة. انت اكيد ما تقصدش اللي في بالي، صح؟ خايف تقول لها ليه يا صاحب؟ ايه خايف عليها؟ ده انت لسه بتقول لها موتي اللي في بطنك، مش ده هيبقى ضمير فاسد يا شيخ صابر؟ الفاسد هو نيتكم وحلمكم بالسيطرة، بس مش هتطلوا بإذن الله. اللي بيحلم ده ضعيف، وأنا هنا على الأرض عشان أحقق كل اللي أنا عايزاه. الأمير قال لك الصح تموت اللي في بطنها، وأنا بقول لك لأ، مش هتقدر، لأن اللي في بطنها يخصنا مننا ومن جنسنا، هو والمحروم. وهناخدهم، يعني هناخدهم. بطلت أصدق لقم لسانك وخبصه يا كذوبة. واللي ببطن أمينة ده هيموت عشان تبدأ صفحة جديدة هي وجمال. واللي ببطن أمينة ده هيموت وأنا اللي هموته عشان تبدأ صفحة جديدة. أنا اللي هموت اللي ببطن أمينة، هموت اللي ببطن أمينة، هموته يا كذوبة. ما تخافيش أمينة، ما تخافيش مني، ما تخافيش مني، صدقيني. بعد عني يا شيخ، ما تخافيش. بعد عني أمينة، ما تخافيش. بعد عني يا شيخ، ما تخافيش. بعد عني. أنا خايف عليك، ده لمصلحتك أمينة. أنا خايف عليك أمينة. بعد عني يا شيخ، بقول لك هما مش سايبيننا. بعد عني.